بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. لدي رسالة من شيعي مغفل، وهذا أيضا من التعليقات الغبية، ليست مختصة بالوهابية، فكل تعليق غبي نذكره. الوهابي ماذا قالوا له؟ قالوا كتاب وسنة وفهم السلف، دعوة عريضة جدا، فإذا ما جاء يطبقها سيجد نفسه أسيرا لابن باز وابن عثيمين وابن ما عرف مين، وسقفه سيجد سقفه هو ابن تيمية لا يتجاوزه، فيقدمون له طعم على فخ اسم السلف، فإذا ما صيد وجد نفسه أسيرا لهؤلاء. الشيعي أيضا قضية آل البيت، هذا واحد شيعي يقول المذهب الشيعي هو المذهب الحق، حتى كتبكم يوجد فيها أمر باتباع أهل البيت عليهم السلام، مثل إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، يجوز أهل بيتي ويجوز أهل بيتي على قطع النعت، وإنهما لن يفترقا حتى يرد على الحوض. هذا الحديث صحيح بشواهده، تمام. من قالك إن لم نتبع على البيت؟ ها؟ لماذا هذا الافتراض الغبي أن لم نتبع على البيت؟ كثير من الشيعة يعيش في غفلة تامة، وهو لا يفقه أهل السنة والجماعة، ربما ينظر الوهابية ويرى أن سقفهم هو ابن تيمية، وابن تيمية هذا عنده بعض الأشياء التي يعني عده بعض العلماء ناصبيا لأجلها، كبعض التعريض والطعن ربما بسيدنا علي، أو فهمه بعض الناس كذلك، حتى لا نريد أن نخوض في هذه الجزئية الآن. ويرون الوهابية جفاة في حق أهل البيت، فيقولون يا أخي أنتم يا أهل السنة والجماعة جفاة، وأنتم تهجرون أهل البيت. من قال لك إننا نهجر أهل البيت؟ قال والله البخاري عندكم ومسلم تركوا روايات أهل البيت. لماذا؟ كيف عرفت هذا؟ جاء بعض الشيوخ بالدراسة كمية، بعض علماء الحديث، هو الدكتور خير مولى خاطر وحدثني بهذا، فجمع الروايات في البخاري ومسلم التي عن أبي بكر الصديق، والروايات في البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب، فوجد التي عن علي بن أبي طالب أضعاف مضاعفة لما يرويه عن الصديق. إذن كيف يعني نهجرهم؟ قال لا، لابد أن تأخذهم عن طريقنا. طيب كيف أثق بطريقكم؟ وطريقكم فيها أشكال وألوان، فيها متاهات، وفيها إمام مختبئ في سرداب، وهذا الإمام ينقل عنه فلان وفلان نحن لا نعرفهم ولا ندري ماذا يقال، وقصة السرداب هذه عبارة عن خرافة ليس لها أساس من الصحة، اختبأ في السرداب وهذا يعطي الناس ويعلم الناس الدين، هذه مشكلة كبيرة جدا. ديننا قد ولد في الشمس، في ضوء الشمس، ليس عندنا هذا الزغل. ولذلك مرويات آل البيت، مرويات آل البيت، تعالي إلى فقه الشيعة وفقه السنة، فقه الشيعة الذي يزعمون أنه أخذوه عن آل البيت، تمام، أو نقول لا نقول يزعمون بل رووه عن آل البيت، تمام. وإلى فقهنا، كم نسبة الخلاف بيننا وبينهم في المسائل الفقهية؟ لا يتجاوز 1%، 1% ليس أكثر. المسائل الخلافية الشهيرة بين السنة والشيعة مسائل محدودة معدودة، الفقهية
محدودة معدودة، إذا نحن لم نفرط بأهل البيت والنتيجة واحدة، النتيجة واحدة، الذي بين أيدينا هو الذي أنتم مثلا تجمعون الصلوات بدون سبب، عندنا هذا يخالف نص القرآن. وما أنت تقول إيش؟ ما 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 أنت مسكت به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي. كتاب الله تعالى يقول ماذا؟ يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الجمع قال به عندنا بعض الفقهاء في ظروف وحالات معينة كالسفر والمرض ونحوه. نحن باقون على الأصل، الأصل هذا هي كانت على المؤمنين كتابا موقوتا على كتاب الله سبحانه وتعالى. قضية المسح على الرجلين، وقضية المسح على الخوف، وقضية زواج المتعة، زواج المتعة الأصل في الأبضاع التحريم. وما من صحابي من الصحابة الكبار إلا روي عنه، حتى علي بن أبي طالب نحن نروي عنه ما يخالف ما عليه الشيعة. فكيف تقول أنتم هجرتم آل البيت؟ نعم نحن لم نبكي لآل البيت ولم نحشد حشودا نضرب صدورنا بكاء عليهم، نحن لا نفعل هذا بلا شك. المصيبة التي حلت آنذاك مصيبة عظيمة، وما نال آل البيت الكرام من ترويع ومن إرهاب شيء نبرأ إلى الله تعالى منه. طيب تعال إلى أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية وإلى مدارسهم العليا والكبرى. هذه المدارس يقرر مثلا ابن عاشر ماذا يقول في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالك، يعني هؤلاء أهل السنة والجماعة ثلاث أشياء، في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالك، الأشعري أو الماتريدي وفقه مالك، وكما قال صاحب الجوهر هو مالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة. الشافعي من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعه ربع المسلمين. هذا الشافعي رضي الله تعالى عنه أخذ علومه عن محمد بن الحسن وهو من علماء، وهو كبير علماء الحنفية، ثالث رجل بعد الإمام الأعظم، ثم أخذ عن مالك. طيب وأبو حنيفة رضي الله عنه كان على علاقة ود مع آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام واستفاد منهم ولم يهجر شيئا من علومهم، وكذلك مالك وكذلك الإمام أحمد. وفي طريقة الجنيد السالكي أقطاب الطريقة المتبوعون من علماء المسلمين أهل السنة والجماعة كلهم أو جلهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال الشيخ محي الدين بن العربي وهو يعني طائي حاتم طائي ليس يعني من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال الولاية فيهم أصالة وفي غيرهم وكالة، تعود إلى أكبر طريقة وأقدم طريقة من الطرق الصوفية الموجودة حاليا من طرق تنتهي إلى الإمام الجنيد، طريقة من؟ الطريقة القادرية، والقادرية الشاذلية فرع عنها. عبد القادر الجيلاني من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو الحسن الشاذلي من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. خذ الطريقة الرفاعية يعني بعد الإمام الجيلاني بقليل وعاصره في فترة معينة، الرفاعية ينتسبون إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. تعال إلى الطريقة النقشبندية، تجد اجتماع آل البيت مع الصديق في نسب شاه نقشبند، أبوه من أولاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه بكرية من آل الصديق، فجمعوا بين الطرفين. أغلب الأولياء وأغلب الصالحين في بلاد ما وراء النهر وفي بلاد العجم يتبعون الطريقة النقشبندية، وهم متمسكون بشاه نقشبند الذي هو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. تعال يا أخي إلى النورسية، الطريقة وهي ليست طريقة صوفية إنما مدرسة، تجد النورسيين يؤكدون أن سعيد النورسي كان من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت من عدد منهم، وكذلك كل متبوع في أهل السنة، جل المتبوعين من أهل السنة كانوا
يتمسكون بأهل البيت ونحن لا نزال نتمسك بأهل البيت، ولكن الفرق بيننا وبينكم ليس هو حب أهل البيت أو التمسك بأهل البيت، بل هو بغض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وانتقاص زوجاته أمهات المؤمنين. فهنا المشكلة، ليست المشكلة في أهل البيت. ثم إن الرواية عن أهل البيت لابد أن تكون من صادق، وعندنا أناس يستحلون الكذب نصرة للمذهب، كيف نثق بهم؟ وعندهم تقية وعندهم أشكال وألوان، كيف نثق بهم في الرواية عن أهل البيت الكرام؟ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.